النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس كتلة المحور النيابي يدعو إلى التعجيل بإعمار المناطق المحررة وإقامة علاقات دولية متوازنة. بعد رفض محافظ صلاح الدين حالة الإهمال في آثار تكريت، وزير السياحة يأمر بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة سور المدينة. مركز أبحاث أمريكي يحذر من خسارة العراق علاقاته الاقتصادية والسياسية إذا أقر إخراج القوات الأمريكية من البلاد. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.